قلنا ان احنا عندنا بيت كبير وبيت صغير. البيت الصغير بنحط فيه الارقام الصغيره واسمه بيت الاحاد. الارقام الصغيره المحطوطه فيه هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. والبيت الكبير بنحط فيه الارقام الكبيره واسمه بيت العشرات. اسمه بيت ايه؟ العشرات. الارقام الكبيره اللي هي 10 20 30 40 50 60 70 80 90. الاثنين قاعدة في البيت اهي متضايقة وعايزة تخرج، ينفع تخرج لوحدها من البيت الصغير؟ لا. ما ينفعش تخرج لوحدها من البيت الصغير، لازم تخرج مع حد كبير. اللي هتخرج معاه النهارده اسمه 10. تخرج مع مين؟ مع 10. طلعت من بيتها ووقفت مستنية الاثنين. الاثنين هيمشوا كل واحد لوحده؟ لازم الاثنين يمشوا مع بعض. راحت الاثنين مسكت في ايد العشرة وخبت السيف بقى اسمها 12. 12 راحوا هما الاثنين ماشيين 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 في الطريق، وهما ماشيين في الطريق اسمهم ايه؟ 12 الوان. اشتروا ايه؟ علبة الالوان. طلع فيها 12 لون. طلع فيها 12 لون. نعد ال 12 مع بعض. من المكتبة روحوا عند بيتهم، جابوا ورقة رسموا عليها 12 نجمة. رسموا عليها كم نجمة؟ 12 نجمة. نجمة النجوم اللي رسموها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى في كم نجمة؟ 12. يعني الرقم دوت هيبقى اسمه ايه كده؟ اسمه ايه؟ 12. ولو كتبناه فوق هنا هيبقى اسمه ايه؟ 12. 12. 12. ولو كتبته فوق هنا هيبقى اسمه ايه؟ 12. ولو كتبناه هنا هيبقى اسمه ايه؟ 12. 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 اتصل عبقري. هدفنا جيل واعي وشعارنا خير البناء، بناء الأبناء.